السلام عليكم. اليوم حنكمل شرح موضوع التكامل. احنا قلنا شرحنا التكامل، والتكامل حيكون من نوعين، التكامل غير المحدد والتكامل المحدد. التكامل غير المحدد مثل ما تلاحظون unspecific integration، يكون الرمز مالته هذا الرمز بدون حدود. اما التكامل المحدد اللي هو specific integration حيكون تكامل من A الى B، يعني من قيمة الى قيمة ثانية، من القيمة الصغرى إلى القيمة الكبرى. وهسه نبدي نشرحها. هسوي لكم مراجعة شوية عن التكامل غير المحدد اللي أخذناه بالمحاضرات السابقة. كان رمزه تكامل هذا العادي بدون حدود. مثلا أنا هسه أخذت التكامل الواحد دي إكس يساوي إن إكس زائد إن سي. فأخذنا قلنا مثل ما قلنا التكامل الواحد دي إكس مثال عن التكامل غير المحدد. تكامل الواحد هو x وزائد c قلنا لأن غير محدد، دائما بالغير المحدد نضيف زائد c العدد الثابت. المثال الثاني أو القاعدة الثانية، تكامل ال x dx، وقلنا تكامل ال x هي x n زائد 1 على ال n زائد على الأس الجديد، يعني نزيد الأس 1 ونقسم على الأس الجديد. بما أنه هذا مثل ما تلاحظون تكامل غير محدد، نضيف ال constant زائد c. الاكزامبل اللي اخذناه حسب المحاضره تتذكرون اخر شيء اخذنا الاكسبوننشال، فاخذت لكم على اخر محاضره مثال عنها، تكامل الاي للاكس تربيع 2 اكس دي اكس. مثل ما تلاحظون هنا الاكسبوننشال الاس هو اكس تربيع. احنا قلنا بداله الاكسبوننشال نشوف مشتقه الاس، اذا موجوده نكمل التكامل، اذا ما موجوده لازم نضيفها اذا كانت رقم، اما اذا كانت غير شيء اذا كانت داله كامله همين نضيفها. فهنا مثل ما تلاحظون e to x تربيع، ال x تربيع هي مشتقتها 2x موجودة، إذا تحذف المشتقة وننزل ال exponential نفسها ما نسوي بها أي شيء لأن موجودة مشتقة الأس كاملة. فنزلنا ال e لل x تربيع وضفنا زائد c، ليش؟ لأن تكامل غير محدد. لهنا احنا عارفين التكامل غير محدد الرمز هو هذا، والتكامل نفس التكامل العادي، ونضيف زائد سي كل ما نشوف انه ماكو حدود بالتكامل. هسه نجي على التكامل المحدد اللي هو موضوع اليوم. التكامل المحدد حيصير رمز من اي الى بي، واف للاكس هي الداله ودي اكس يساوي لنا، تشوفون انتم الاف سمول يعني هي الداله، والاف كابيتال هي يعني سوينا جرينا التكامل على الداله الاصليه. فالاف سمول هي الداله والاف كابيتال هي تكامل الداله، ونعوض بالبي والاي، نعوض البي القيمة الكبيرة بعدين القيمة الصغيرة. فمثل ما تلاحظون اف بي ناقصا اف للاي، نعوض هنا البي وين؟ مكان الاكس، فعوضنا هنا اف للبي ناقصا اف للاي. هاي قاعدة دا اقول لكم عنها، والبي قلنا العدد الكبير والاي هو العدد الصغير. الخطوات حنجري التكامل بعدها نعوض، يعني هنا التكامل نكامل الدالة مثل ما تشوفون هنا كاملناها، وراها نعوض العدد الكبير ونعوض العدد الصغير. أنا هنا كاتبت لكم إياها، خلت لكم إياها باللون الأصفر، فهاي مهمة. نجري أول شي التكامل، أول شي تسووه هنا تجرون التكامل، إذا كانت الدالة مشتقتها أو شي ما موجود فلازم تضيفوه وتكملون التكامل، نفس بالتكامل الغير محدد. بس اللي يفرق عندنا احنا هنا حنكمل ونضيف انه البي والاي حدود التكامل محدد، يعني بي حدود للتكامل، ما حنضيف زائد سي، حنضيف هاي الحدود واللي حنعوضها بعدين، والناتج او حنطرح القيمتين والناتج النهائي لازم يكون عدد رقم يعني. فهنا عوضناها ونطرحها ويطلع لنا العدد. بس نجي نشوف تمارين عليها. الإكزامبل تكامل من واحد إلى اثنين، يا أما هنا تحطون الواحد يا أما إي هنا خلف التكامل، من واحد إلى اثنين إكس دي إكس. بس لحظة خلنا نعطيكم الملاحظة بالنسبة للأسئلة اللي حتيجي بالامتحان النهائي، أني ما حقول لكم إنه هذا تكامل محدد أو غير محدد، لازم أنتوا تعرفوا إذا وجدتوه، إذا شفتوه بهاي الصيغة يعني هو تكامل غير محدد، ما مطيتكم أني حدود للتكامل. إذا نعطيتكم إياه هنا بحدود يعني هو التكامل المحدد، واضحة؟
يعني هذا انتو شوفوا، انا ما هكتب لكم اوجد ناتج التكامل غير المحدد، اوجد تكامل، اوجد ناتج تكامل، هذا هاي الدالة، فانتو توجدوا لي وانتو تعرفون محدد من الحدود، ها بي حدود اذا محدد، اذا ما بي حدود هو غير محدد ونضيف السي. نرجع للإكزامبل، تكامل من واحد إلى اثنين x dx، مثل ما تشوفون هنا x، تكامل x مثل ما أخذناها القاعدة وذكرناها بداية المحاضرة، هي نزيد الأس واحد ونقسم على الأس الجديد، إذا خلينا x تربيع هو هنا الأس واحد، زيدنا واحد صار اثنين، قسمنا على اثنين، حدود التكامل هي من واحد إلى اثنين، يعني هاي الواحد هنا بس باللعب أي هنا الواحد وبالأعلى القوس هو اثنين. واحد إلى اثنين، إحنا قلنا نعوض القيمة الكبيرة اللي يعني اللي هي بي، ونعوض بعدين القيمة الصغيرة، وبيناتهم عملية طرح، اثنين تربيع هي أربعة، واثنين وهاي الاثنين تنزل، لأن هي أربعة على اثنين، إذا بس عوضنا هنا اثنين بدل إكس تربيع طلعت لنا أربعة على اثنين، طرح القيمة الثانية واحد، واحد تربيع هي واحد. على اثنين، إذا أربعة على اثنين ناقصا واحد على اثنين، العفو هنا نصير ثلاثة على اثنين، خل أعدلكم إياها، أربعة ناقصا واحد هنا عدلناها، أربعة ناقصا واحد ثلاثة، واثنين تبقى الاثنين ما تطرح لأن هي مقام، فيبقى لنا الناتج هو ثلاثة على اثنين. نشرح مرة اللغة، التكامل هنا محدد للدالة هي x dx، تكامل الاكس هو عبارة عن زيد الاس واحد ونقسم على الاس الجديد، فكان اسها واحد زيدنا واحد صار اثنين، قسمنا على الاس الجديد اللي هو اثنين، حدود التكامل من واحد الى اثنين، فهذا حطينا اسفل هذا القوس واحد ولي فوق خلينا الاثنين، يساوي اعوض الاثنين قبل الواحد لان الكبير نقصها من القيمة الثانية، الاول اول شيء القيمة الكبيرة بعدين القيمة الصغيرة، فاثنين تربيع طلعت لنا اربعة على اثنين، وواحد تربيع هو واحد والمقام هو اثنين، فأربعة ناقصا واحد ثلاثة، واثنين تبقى لا تطرح. نجي على الإكزامبل الثاني، الإكزامبل الثالث، أشوف إن عندنا تكامل سالب اثنين إلى اثنين، هنا دا أشوفكم إنه همين بالإشارة السالبة أي رقم يصير، فسالب اثنين باثنين، فهنا للدالة ثلاثة إكس ناقصا اثنين، تشوفون هنا الدالة عبارة عن حدين، الحد الأول هو ثلاثة إكس والحد الثاني هو اثنين، فهيتوزع التكامل عليها وهخلي دي إكس، تكامل لثلاثة إكس الثلاثة تنزل، الإكس هي تكاملها إكس تربيع على اثنين نفس ما سوينا بالإكس وحدها، إسها واحد فضفنا اثنين وقسمنا على اثنين، ناقصا اثنين هي رقم واحدة. فتكامل الثابت هو 2x مثلا، أو تكامل الواحد أي رقم هو نفس الرقم في x حينضرب 2x، وهنا حدود التكامل من سالب 2 إلى 2، إذا هنا سالب 2 إلى 2، لنا نعوض 2 اللي هي القيمة العليا أو الكبيرة ناقصا القيمة الصغيرة، ف2 مثل ما تشوفون هنا شو خلينا أقواس، لأن يعني بتكون من دالة كثيرة الحدود لأن هي من حدين، فخلينا هذا الحد وهذا الحد، اثنين ثلاثة في اثنين تربيع أربعة، أربعة في ثلاثة طلعنا اثناش، شلون طلعت الاثناش؟ اثنين نجي نعوضها هنا، ثلاثة في إكس تربيع اللي هي اثنين تربيع أربعة، أربعة في ثلاثة طلعت لنا اثناش والاثنين تنزل. العملية هنا شنو؟ مثل ما تشوفون طرح بيناتها، طرح من عدا هذا الطرح اللي ما بين القيمتين، هذا العلامة هي عبارة عن الطرح بين القيمتين اللي حسب القانون اللي أخذنا، هذا القانون زين، أكو طرح داخل بالمعادلة، هذا ما المعادلة، ناقصا 2 في x 2 في 2 اللي هي 4، هذا الطرح بس هنبدي نعوض القيمة الثانية، سالب اثنين، سالب اثنين تربيع أربعة، أربعة في ثلاثة اثناش على اثنين، إذا طلع لنا اثناش على اثنين، هنا اثنين في هنا سالب اثنين، سالب اثنين في اثنين سالب أربعة، وهنا عندنا سالب، فالسالب في السالب موجب، فصار عندنا موجب أربعة، إذا نفتح القوس ونجري العملية هيطلع عندنا الناتج النهائي سالب ثمانية.
يوم طلع السالب 8 12 على 2 ناقصا 4 ناقصا هذا السالب يدخل على القوس صير سالب 12 على 2 ناقصا 4. 12 على 2 ويا السالب اللي عنها صير تنحذف ويا 12 على 2 يبقى لك سالب 4 ناقصا 4 اللي هي سالب 8. هاي المحاضرة كلش مهمة، يحتاج لكم قلم وورقة وتبدون تحلون بيها وحدكم حتى الامتحان النهائي ما يصير عندكم خلل، إن شاء الله تقدرون تجاوبون. نجي على الإكزامبل الرابع، تكامل من 0 إلى 1 e للx dx. إحنا مثل ما تلاحظون ال e للx وتتذكرون بالمحاضرات السابقة أخذنا ال e to x إذا مشتقة ال e موجودة مشتقة أس الإكسبونيشال موجودة، إذا ننزل الإكسبونيشال نفسها، وقلنا بالتكامل غير المحدد حنضيف زائدا c، بما أنه استعدنا إحنا تكامل محدد حنحط حدود التكامل نعوضها. فهنا عندنا e للx مشتقة x هي 1 أوكي موجودة، فلذلك يعني نحسبها إنه هنا موجودة 1، يعني 1 عادي إذا ضفته أو لا لأن هو موجود متوفر. المهم من يشوفون e تدل على x يعني موجودة مشتقته، أما إذا كان ال e لل 2x لا، هاي لازم عندنا مشتقة ال 2x هي 2، فلازم تضيفون 2 أو يعني هتضيفون نصف وتكملون الاشتقاق يعني تكملون التكامل. فهنا عندنا ال e لل x dx قلنا هنا موجودة مشتقة الأس فنزلناها نفسها، حدود التكامل هي من 0 إلى 1. تشوفون شباب هنا 0 1، هنا هي جوا هي جوا، هنا فوق هنا فوق، الرقم نخلي نفس ما مخلي لك بال حد التكامل. فهسه نجي نعوض ال e للواحد القيمة الأولى ناقصا ال e للقيمة الثانية. ليش عوضنا؟ هو احنا نعوض بال x، كل x كل function هنعوض بيها. إذا صار عندنا e للواحد ناقصا e للصفر، هنا أنا كتبت لكم ملاحظة كل e للصفر هي 1 واضحة، وكل e للواحد هي e نفسها شباب، كل e للصفر هي 1 وكل e للواحد هي نفسها. فهنا ال e للصفر عوضنا بدلها 1، وهنا ال e للواحد هي e، ف e ناقص 1 هي شي تبقى. نيجي على الاكزامبل الاخير والمهم، تكامل من 1 إلى 3 1 على x dx. هنا الدالة مثل ما تشوفون دالة كسرية، فإذا متذكرون بالدالة الكسرية قلنا إذا موجودة موجود مشتقة المقام في البسط، إذا ناخذ لن المقام، واضح؟ ناخذ لن المقام إذا كان عندنا مشتقة المقام موجودة في البسط. هسه نشوف هنا المقام هو x مشتقته 1 موجودة بالبسط، أوكي موجودة، إذا حناخذ لن x مطلق x. حدود التكامل وانا كتبت لكم هنا ملاحظة مشتقة المقام موجودة في البسط وهي 1 قيمتها، هنا حدود التكامل 1 إلى 3، فإذا نعوض لن الثلاثة مطلق ناقصا لن الواحد اللي هي نفسها، تكتبوها بهاي الصيغة أو بهاي الصيغة اثنيناتها أوكي، حيصير لن الثلاثة ناقصا لن الواحد. هسه نجي أشوفكم هنا همين أكو ملاحظة، كل لن الواحد هي صفر أوكي، كل ان الواحد هي صفر، نفس ما هاي احنا قلنا الاكسبونيشال للصفر هي 1، هاي ملاحظة دائمة إلها لازم تحفظوها، كل e للصفر هي 1، انتبهوا للملاحظات شباب، وكل ان الواحد هي صفر. هسه اذا نجري العملية لان الثلاثة شلون حتطلعوها بالحاسبة، لان الثلاثة شلون نكتبها، هنا اكو عندكم لن تفتحون الحاسبة لن تكتبون الثلاثة يطلع لكم 1.098 وكتبنا يعني لن الواحد هو صفر. وإذا تريدون تتأكدون هنا لن الواحد، إذا نسيتوا إنه لن الواحد صفر تكتبون بس بالحاسبة يطلع لكم 0. هنا انتهت محاضرتنا اللي كنت أريد أوضح لكم إياها بهاي المحاضرة، التكامل الغير المحدد، لأن إحنا أخذنا سابقا التكامل الغير محدد وعرفنا قواعده وعرفنا شلون نكامل. بالنسبة لقواعد التكامل هي نفسها، بس يبقى لك إذا غير محدد هتضيف زائدا سي، تكامل المحدد هتضيف تعوض بالأرقام أو بحدود التكامل. محاضرة اليوم جدا مهمة، فإذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تسألون على كلاس روم.
إن شاء الله أجاوبكم بالتوفيق.